ناصر لتنس الأرض تحييكم. إن شاء الله نشتغل النهاردة مع اللاعبة الجميلة مارتينا نافراتيلوفا. مارتينا نافراتيلوفا هي تشيكية الأصل من تشيكوسلوفاكيا، ولدت في 18 أكتوبر سنة 56 في مدينة براغ في تشيكوسلوفاكيا، وهي لاعبة صراحة مخضرمة، يعني لاعبة من اللعيبة كانوا يتعدوا الصابع في الوقت دون، واحتلت التصنيف الأول عالميا فترة طويلة جدا، ويعتبرها الكثيرين من اللي هم يعني من اساتذه التنس او المعلقين او الخبراء في اللعبه البيضاء بيعتبروها انها اعظم لاعبه تنس في جميع الاوقات. يعني كان لها رونق زي ما بنقول، او كان لها جمال كده في الملاعب، وكان ذات بهجه في الملعب، وكان باحترافيه، وكان بتلعب باور، وكان لها دور جميل داخل الملاعب. مارتينا نافراتيلوفا حصدت من نافراتيلوفا حوالي 18 لقب من جراند سلام، اللي هم الاربع بطولات الدوليه اللي هم رولان جاروس والبيلدون واستراليا المفتوحه وامريكا المفتوحه، وكان على المستوى الفردي كان يعني تقريبا حوالي 41 على كان حوالي 18 رقم على المستوى الفردي، وكان حوالي 41 على المستوى الزوجي. وتحمل نافراتيلوفا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطوله ويلبلدون، خدت ويلبلدون 9 مرات. مارتينا نافراتيلوفا كانت مشهوره بحته ويلبلدون جدا، خدتها 9 مرات في جوله، حققت اعلى رقم في تاريخ لاعبات التنس الارضي بفوزها 167 لقبا فرديا و 1438 لقبا 1438 مباراه بين اعوام 1973 حتى 94 حتى 1994، حققت حوالي 1438 مباراه في الفتره دي من 73 لسنه 94. وكانت في التسعينات في اوائل التسعينات لها دور كبير جدا مارتينا نافراتيلوفا، وكانت لها شهره عالميه داخل اللعبه البيضاء، وكانت ذات جمال في اوقاتها في لعبها في تحركاتها، كان معظم لاعبات التنس كانوا مرتبطين بها جدا. شكرا والى اللقاء.